يوم صانعة محتوى. معنا فرح الشيخ، حياة الله يا فرح في يلا سوشيال. الله يحييك يا نوري، يسعد اوقاتكم ومساك يا رب. الله يسعدك يا رب. بداية فرح، خلينا نتعرف ونعرف المشاهدين عنك وعن المحتوى اللي تقدمينه على السوشيال ميديا بشكل مختصر. اسمي فرح الشيخ، سورية وعمري 24 سنة، مخلصة بكالوريوس اعلام وكملت ماستر بالتربية الأسرية وبشتغل بالماركتينج. على السوشيال ميديا بطرح قضايا متنوعة تتعلق بالعلاقات بشكل عام، تتعلق بالقضايا الاجتماعية، بالقيم، بالمهارات الحياتية يعني، ولايف ستايل. حلو. طب فرح، كيف خدتي قرار انك تدخلين عالم السوشيال ميديا، وشو اللي شجعت انك تصنعين محتوى؟ ايماني بوجود فكرة الاثر الطيب، كيف كانوا نور زمان يمشوا مسافات طويلة، ممكن ايام حتى ينقلوا فكرة او معلومة او نصيحة. نحن اليوم بزمن السوشيال ميديا بكليك ممكن نوصل لالاف من الناس، هذا الشيء خلاني يعني استثمر طاقتي صح، واستثمر الخبرة اللي عندي بمجال دراستي او بالكتب اللي قرأتها، حتى شاركة مع آلاف من الناس من خلال السوشيال ميديا. ففكرة وجود أثر طيب هي اللي شجعتني فعليا. جميل جدا. طب بشكل عام، شو أكثر المواضيع اللي تطرحينها على السوشيال ميديا وتتداولينها مع الناس ويناقشونك فيها ويحبونها؟ فكرة العلاقات الإنسانية، سواء العلاقات مع العائلة، مع الأصدقاء، مع شريك الحياة، دائما نوضح شو الاختلافات اللي بين الرجل والمرأة، لأنه بالنهاية كل المواضيع بتصب بيعني هدف واحد اللي هو الحب. وحتى أنا أحقق هذا الهدف لازم يكون في علاقة إنسانية سليمة أو سوية، يعني شخصية سوية. فحتى أنا أقدر أحب لازم يكون عندي أساسيات سليمة بالشخصية، مثل حب الخير للغير، مثل أنه في احترام، في إحسان، في مفهوم التسامح. فعم بنشر كل هي القضايا أو عم بحكي عنها حتى نوصل لعلاقات إنسانية ناجحة تقدر تقدم الغير والخير والحب لغيرها. جميل جدا. طب لاحظنا أيضا في صفحتك أن تنشرين بعض النصائح والحكم من الحياة بشكل عام، شو أبرز هالنصائح ومنو تستهدفين فيها؟ أنت تكلمتي قبل شوي عن الناس بشكل عام، عن العلاقات الإنسانية، فمنو تستهدفين فيها؟ هل برأيك الشباب العربي مثلا بحاجة فعلا لهذا النوع من المحتوى عشان يأثر فيهم أو يحفزهم أكثر؟ وأنت في نفس الوقت منو يحفزك ومن وين تجيبين الدافع أو الحافز أنك تصنعين هذا المحتوى؟ نحن اليوم نور على السوشيال ميديا، أغلب الناس عم تحاول تظهر الجانب المثالي من الحياة، الجانب اللي هو يعني بيرفكت، الحياة بومبي. أنا موجودة على السوشيال ميديا حتى نرجع هيك شوي فلاش باك لأرض الواقع. أكيد الشباب بحاجة هذا الشيء مشان نوضح لهم إنه بعض الأحيان نحن كلنا عم نتشارك بنفس الظروف الصعبة، كلنا أحيانا عم نوقع بمحطات فشل، بمحطات يأس، كلنا وجعنا واحد، كلنا عم نحس ببعض. فأنا عم بعمل فلاش باك شوي عن الحياة المثالية عن السوشيال ميديا وانقل الواقع، القيم اللي محتاجين نصلحها، الأفكار المجتمعية اللي نحن محتاجين نعدلها، وإنه لا ما في شيء بيرفكت. السوشيال ميديا نحن عم نشارك الدقائق الحلوة، بس خلف الكواليس في ساعات يمكن يكون في منها كتير جانب مظلم، وهذا شيء لابد منه بحياة كل شخص. نعم. طب تكلمتي عن المواضيع أو المصطلحات أو الأشياء المغلوطة اللي المفروض نصححها، شو هي بالضبط اليوم من وجهة نظرك أنت كصانعة محتوى المصطلحات أو المفاهيم المغلوطة اللي نشوفها على السوشيال ميديا وبالفعل لازم تتصلح، لأن ممكن تطلع جيل يفهم أشياء غلط؟ نور، يمكن العلاقة بشريك الحياة هذا أكثر شيء بركز عليه وشوف أنه محتاجينه، لأنه الدراما والتايتانيك أعطتنا إيحاءات أنه العلاقة بشريك الحياة لازم تكون وردية. فعند أول تصادم بنكتشف إنه هاي العلاقة هشة وصعب تستمر، لأنه بنكون رافعين سقف طموحاتنا وأحلامنا، خاصة مع اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا. نعم. فأنا عم حاول أوصل الفكرة بإنه الاثنين يعني بدهم تقارب فكري وليس تطابق، الاثنين بدهم يقدموا تنازلات. الاختلافات نور اللي بين الرجل والمرأة قديش مهم إنه نفهمها. مثلا أنت عندك الرجل بيحكي تقريبا 5000 كلمة باليوم، المرأة بتحكي 20,000 كلمة باليوم، فهو حيفكر إنه هي بتحكي كتير وهي بتفكر إنه هو ما بيحكي، فبيتصادموا. فمثل هاي الأشياء الموجودة بفطرة الرجل ومختلفة عن فطرة المرأة، أنا بوضحها حتى نفهم بعض إنه هيك الشخصية، مو هيك يعني ما نسيء الظن ببعض أو نسيء الفهم، لا هيك التركيبة اللي رب العالمين خالقها. فمن أكثر الأمور اللي بتنطلب مني دائما وضح شو الفرق بين الرجل والمرأة. نعم. نفسيا.
حلو. طب فرح، هذا الشيء إذا تصحح يعني كثير كثير بيفرق، يعني بكل الأمور بتكون عن جد العلاقة هادية ومريحة ومتزنة، فبالنهاية بتوصلنا للحب، الحب الصح والنفسية السوية. صحيح. طب فرح بشكل عام، يوم هالمواضيع نتكلم فيها على السوشيال ميديا نحصل تفاعل كبير من الناس وهجوم في نفس الوقت، لأن دائما هذه المواضيع حساسة لدى البعض. وين الخط الرفيع الفاصل بين أننا نحن نتكلم عن العلاقات الإنسانية أو علاقاتنا في المجتمع بطريقة راقية، أو نحن نتكلم بطريقة شوي فيها إسفاف أو ما فيها معلومات صحيحة، أو حتى نتكلم من باب فراغ؟ تمام. هلا دائما الانسان لما بده يطلع يتحدث عن موضوع معين انا بيهمني يكون دارس فيه، ولو يعني مطلع بشكل كامل قارئ عن الموضوع، بنفس الوقت يحط حاله بمكان اي ظرف من يعني بالطرف المقابل، يعني حتى لو ممكن يصير فيه هجوم انا ممكن احط حالي مكان الطرف المقابل انه هو مو قادر يشوف الصوره كامله اللي انا شايفتي. فدائما الواحد بيعذر على السوشيال ميديا الأشخاص اللي خلف الشاشة مروا بظروف نفسية مختلفة، بس المهم إنه الإنسان دائما يضل ماشي على اللاين اللي هو عم يحترم الكل وعم يحكي بطريقة عامة، يعني عم يحكي بالعموم بالإجمال وما يجزم بشيء معين، لأنه دائما ممكن أنا رأيي صواب وفي رأي آخر صواب، مو دائما لازم يكون في تضاد. صحيح. وبالنهاية دائما إحنا نقول الاختلاف مش معناته خلاف ولا يفسد للود قضية. شكرا يا فرح. صحيح. ما قصرتي. الله يسعدك يا نور. الله يخليك يا رب. نتمنى لك كل التوفيق وشكرا لك لوجودك معنا اليوم. الله يخليك يا رب.